السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعت لكم مقطع جديد. مقطع اليوم راح اخليكم تستردون اموال ببجي موبايل لايت اللي صرفتوها على اللعبه وتندمتوا بالاخير، لان اللعبه هسه مهمله اهمال شديد. فيا شباب، اليوم عندنا تطبيق اكونت ستور اللي طوره انيو 5 برو وبرو تيوبر، طبعا قناتهم بالوصف. اتمنى تروحوا تشتركون بها وتوجهوا لهم تحيه من قناتي. فيا شباب، طبعا تدخل للتطبيق راح تلقى حسابات، اما انه تشتري حساب، يعني اذا عجبك حساب مثال عشوائي هذا تمام، تدخل عليه وتشتري الحساب وسعره وفلان شي وكل شي كل شي تمام. اما انه تبيع حساب عنياد، شلون يعني تبيع حساب؟ اكو هنا زائد تضغط عليها يمين الشاشة بالاسفل. شباب هنا اللي فوق هاي صورة تمام، واللي جوه هاي هنا اي دي، واللي وراها طريقة الدفع والسعر، وهنا طريقة التواصل، وهنا معلومات الحساب. معلومات الحساب شريد، عدد المواسم التي تم شرائها، اسماء المواسم التي تم شرائها، عدد البدلات، عدد البدلات المثك مع الاسم، اسم عدد الوان الاسلحة، عدد الاسلحة القابلة للتطور مع الاسم، عدد واسماء الوان المركبات، معرف حسابك انستغرام الشخصي للتواصل. تمام. واللي يحب يشتري حسابي اللي مرة عرضته وكل المتابعين، يعني كل تعليقات تقريبا يعني مثل المستهزئين انه يعني ما صارف عليه، لا والله صرفت عليه اكثر من 50 دولار. وشباب يعني ومتعوب على الحساب وبي لقبين، يعني هو شغلات. فهاي تفاصيل الحساب اللي يحب يشتري، وهذا المعرف مال الانستغرام. واللي ما يريد يشتري يعني ما حاجة انه يعني قل خيرا او اصمت. تمام شباب، راح تلقون روابط قناتهم بالوصف. اذكركم للمره الاخيره، اتمنى انكم تشتركون بالقناه وتفعلون الجرس يمهم. تقولهم من طرف احمد 6821، اشوفكم في فيديو جاي. مع الف سلامه.